جميع المحطات النضالية اللي كتاخذها النقابة الوطنية الصحة العمومية اليوم هذه الوقفة كتجي في إطار البرنامج النضالي المصدر من طرف النقابة واللي كان قرار ديال المجلس الفيدرالي من بعد ما تبين بأن المسؤول الإقليمي يتماطل في تنزيل المخرجات ديال الحوار الاجتماعي الإقليمي اللي دام 3 جولات ماراثونية بعد ما تدخل المدير الجهوي اللي عادت الحوار للسكة الحقيقية ديالو، ولكن من بعد كيتبين بأن المسؤول الإقليمي واللي كنحملوه المسؤولية الكاملة في هذا الاحتقان اللي كيعرفوا اليوم الإقليم لأنه خدا على العاتق ديالو واحد المجموعة الالتزامات بأنه غادي يترجمها على أرض الواقع، ولكن في القراءة ديالنا وفي التحليل ديالنا والتتبع ديالنا الالتزامات الموثقة في المحضر كيتبين بأن المسؤول الإقليمي كيعطي الوعود فقط ولا يلتزم بتنفيذها. إذن هذه المحطة اليوم كتجي هذه محطة ثانية من بعد ما نفذنا المحطة ديال 4 يوليوز 2019 واللي كانت فعلا محطة ناجحة بامتياز واللي المكتب الإقليمي عبر فيها على السخط العارم ديالو من التصرفات اللامسؤولة للمندوب الإقليمي. كما تتعرفوا هو أن هذه المحطة الثانية في المخطط النضالي اللي سطروا المكتب الإقليمي النقابة الوطنية الصحة العمومية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم شتوكايت بها واللي انباتق على المجلس الإقليمي النقابة الوطنية الصحة العمومية. هذه المحطة الثانية من مخطط نضالي خلال شهر يوليوز فيها 4 ديال الوقفات احتجاجية. هذا الاحتجاج اللي جاء من بعد فشل الحوار مع المسؤول الأول على القطاع إقليميا واللي تهرب من تعهدات اللي فرضها الاجتماع مع المدير الجهوي برفضوا الامضاء ديال المحضر ديال اللي عقد مع النقابه ديالنا في الملف المطلبي في 3 الجولات، بالاضافه لانه ينهج سياسه التماطل والهروب من اجل الحلحله ديال المشاكل الحقيقيه للشغيله الصحيه وتوفير الظروف المواتيه لتقديم خدمات صحيه جيده للمواطنين.